ما الحكم في تقاضي الأجر على قراءة القرآن؟ وهل يجوز اتخاذ قراءة القرآن حرفة للتكسب؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يتقاضى الأجر على قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن عبادة، والعبادات لا يؤخذ عليها طمع دنيوي، بل يطلب فيها الأجر إلى الله سبحانه وتعالى. إنما الخلاف في قضية تعليم القرآن، أخذ الأجر على تعليم القرآن، تدريس القرآن، هذا لا بأس إذا كان محتاجا على الصحيح، إذا كان محتاجا ليس له مورد ويريد أن يتفرع لتدريس القرآن، فلا بأس أن يأخذ مرتبا أو إعانة تمكنه من التفرغ لتدريس القرآن. وكذلك أخذ الأجرة على الرقية لا بأس بذلك، أخذ الأجرة على الرقية لا بأس بذلك، لأن الصحابة أخذوها وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. جزاكم الله خيرا.